بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي قناة محبي الخياطة والتفصيل، نتمنى تكونوا كلكم على خير ان شاء الله وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم واحد الكنيدرة او بيجاما او كل واحد شنو كيسميها بهذا الثوب تاع الخيط كما كتشوفوا. انا باغا ندير بزاف د الموديلات ولكن ما غاديش نفصلهم لكم كاملين، على حقيقتاش نفس الطريقة تاع الفصالة نفس الطريقة تاع الخياطة كيكونوا مختلفين غير في الصدر. دابا غادي نفصل لكم وحده وهي اللي غادي تفصلوا عليها كاملين، يعني كاع الموديلات اللي نتوما بغيتو بالنسبه للي طاي ديالكم والعبار، وفي الخياطه غادي يكونوا من طبيعه الحال مختلفين. بسم الله، عندي هاد الثوب هذا فيه 2.25 متر، غادي ناخذو غادي نديرو على الطول، يعني الطريقه السهله اللي كنوريكم دائما. هذا هو الطول ديالو، ايه حيت انا كنحيد الاكمام هما الاولين صافي باش كناخذ كاع هذاك الثوب اللي عندي كنستغلو كندخلو في العرض. بسم الله، الطول ديال الاكمام ديالي عندي فيهم 56 سنتيم، غادي ناخذ هنايا 58 بالخياطة، هاد الثوب راه تيكون ساهل في التقطيع، يعني ممكن تبداو غير بالمقص وكتكملوه غير بيديكم. غير كنبغي نوريكم انا الطريقة اللي ما تخافوش منها. دابا ملي قطعت الاكمام غادي نطوي الثوب كامل على العرض، غادي نعاود نقلبو على العرض. هانتوما قبل ما نقطع كنت دايره هكذا على الطول، دابا غادي نقلبو على العرض. بسم الله، دابا غادي نبدا العبار من الجهه المسدوده. غادي ناخذ في التقويره 8 سنتيم، الكتاف عندي فيهم 21 سنتيم، غادي نطيح الكتاف بثلاثة أو ربعة سنتيم ماشي مشكل، عندي في التركيز 26، غادي نهبط للتطيحة تاع الكتاف وغادي نقسم هاد المسافة هادي على جوج تاع التركيز باش غادي ندخل بسنتيم. العبار ديال الصدر عندي فيه 28 سنتيم، دائما غادي نزيدو الخياطه، ما تنساوش الخياطه. بالنسبه دابا غادي نحط انا 29 سنتيم، غادي نهبط 12 سنتيم، هذه النقطه ديال الحزام او ديال الايفازي، وهنايا غادي نهبط ب 16 سنتيم. بالنسبه لهاد النقط غادي نقاد بهم دوره التركيز، غير تبعوا غير بشويه راه ما يتلفوكمش هاد كثرت النقط. انتوما هاد التقويره تاع الخلف غادي نهبط بجوج سنتيم، غادي نقادها حتى هي. انتوما كما كتشوفوا راه كلشي ساهل، عندي 8 سنتيم في التقويره، الكتاف كنعبرهم من نفس البلاصه منين عبرت، يعني كنحط سنتيم كنعبر التقويره وكنعبر الكتاف مره واحده. كناخد هنايا على هاد النقطه كناخد العبار ديال التركيز وكنطيح الكتاف مره واحده، عاد باش كنهبط النقطه اللي طيحت منها الكتاف عاد كنقسم هاد المسافه على جوج وكندخل بسنتيم. كنجي لهاد النقطه اللي انا هبطت ديال التركيز ل 26، هي علاش كناخد العبار ديال الصدر زائد الخياطه اللي كتاكل اكثر من سنتيم في الخياطه تحط جوج سنتيم. دابا انا قديت الدوره ديال التركيز، هنايا هبطت كما قلت لكم ب 12 سنتيم، هانتوما درت في الصدر 29، هنايا غادي ندير 28 سنتيم، غادي ندخل انا غير بسنتيم، وفي الحوض غادي ندير 33 سنتيم. راكم عارفين يعني هاد القنيدرات ديال الصيف كيبغيو يكونوا شويه اعراض. كنقاد هاد الدورة ديالي،
دابا غادي ناخد الطول ديالي، بالنسبه للطول غادي ناخد متر و36 سنتيم. لحقيت هاد التوب هذا كيتزاد منين كيتصلح، هو كيتزاد نوريكم ثم نشوف واش كيبان لكم ولا لا. غادي نطلع من هاد الجهه المفتوحه بثلاثة سنتيم باش غادي نقاد السطيره ديالي. النصف ديال الثوب ما غاديش نمشي حتى للراس باش ما يتنقش ليا من الطول. صافي غادي نسطر الطول ديالي الكلي. سطر حتى الخرجه ديال الثوب. صافي هذه هي الطراسيه ديالي ديال القنيطره. نتمنى ان شاء الله تكون سهله، ودائما كتبوا لي في التعاليق، يعني اللي ما فهمتش شي حاجه تكتب لي في التعاليق وان شاء الله غادي نعاود نشرح ليها في تويب واحد اخر. دابا انا قطعت الخلف والامام، غادي نحيد كما كتشوفوا جوج طروف هكذا، غادي نحيد هاد الطرف ديال الخلف، غادي نخلي ديال الامام. هانتوما انا قطعت جوج سنتيم ديال تقوير هاد الخلف، غادي نزيد على 10 سنتيم هي باش غادي نهبط. الا كنتو باقي ما مقطعينش التقويره تاع الخلف غادي ديروا 12 سنتيم، واللي كتبغي الكور شويه مجموع غادي دير غير 8 ولا 9، اللي كتبغيه كبير ممكن توصل حتى ل 15. يعني هاد التقويره ما عندهاش واحد ماشي عندها واحد الرقم معين. دابا غادي نقاد معكم الاكمام. غادي تخليو هاد الحاشيه هادي ما غاديش تعبروا عليها، غادي تفوتوها وتعبروا. انا درت في التركيز 26 سنتيم، غادي ندير في العرض 27. ما غاديش نخلي الثوب مطوي كامل، سمحوا لي الا كنت كنزرب ما كنبغيش باش نطول عليكم الفيديو بزاف. هاد الطريف هذا اللي انا كنخليه شيط، هذاك ممكن ديروا به الجياب، ممكن يعني شي باندا شي دوبلور شي حاجه. ما تطويوش الثوب على ربعه وتقطعوه كامل تفرتوه، دائما حاولوا تبقاو تشيط وطريف تاع الثوب راه كتحتاجوه. هنايا عبرت 27 سنتيم، هبطت 12 سنتيم، غادي نجي لهاد المسافه هذه من الراس ديال الثوب الجهه المسدوده لعندها 12 سنتيم وغادي نقسمها على 3. هنايا غادي نهبط بسنتيم في النقطه الثانيه، هانتوما هاد النقطه تاع 12، النقطه اللي حداها الثانيه غادي نهبط بسنتيم، غادي نفوت النقطه الثالثه الرابعه غادي نطلع بسنتيم. صافي وكنقاد هاد الدوره ديالي. يا اما كتقادوها بيديكم يا اما كتجيبوا هاد البيستولي هذا ديال الايفازي، كتجيبوه من هنايا حتى لعند النقطه الوسطانيه كتسطرو كتعاودوا تقلبوه وتكملوا من عند هذه النقطه الوسطانيه حتى للراس، يعني ساهل باش تقادوها. هنايا غادي نعبر النصف ديال الكمامه، عندي 58 سنتيم يعني هي 29، غير باش نعرف فين جاني فين جاتني النصف ديال الكمامه، فين جا عند المرفق. غادي ناخذ العبار من عند المرفق ديالي، غادي ندير هنايا 22 سنتيم في النصف ديال الكمامة، في الراس ديالكم غادي ندير 16 سنتيم.
و 17 على حساب نتوما شحال بغيتو تاع العرض. انا غير كنعطيكم واحد يعني غير الطريقه كيفاش. اما نتوما الا بغيتو العرض راه غادي تزيدو، بغيتو تزيدو تزيرو غادي تزيرو. صافي كانت راسيكم ماما ديالي على هذا الشكل. قبل ما نقطعها دائما نقلب هنايا الجهه المسدوده اللي يكون الثوب مفوت على خوه، باش ما تجينيش كمامه صغيره وكمامه كبيره. اولا ممكن تشدو هنايا بالفنيت. بسم الله، هاد الطريف اللي بقى ليا غادي نقاد به الجياب كما كتشوفوا. غادي ناخذ في الطول 30 سنتيم وفي العرض غادي ناخذ 18 سنتيم. يعني نتوما الا بغيتو الطول قل غادي تنقصوا، بغيتو اكثر غادي تنقصوا. غادي تقادو واحد المستطيل، الشكل هذا. هنايا غادي تهبطوا ب 10 سنتيم او 9. غادي تجيبوا هاد السطيره لعند الراس ديال الثوب، ثم غادي نقطع باش يبان لكم. هنايا كنقادو هاد الدورة هادي، غادي نفتح الثوب. لاحقيتاش عندي هنايا جوج جياب، بالنسبة ليكم نتوما إلا بغيتو تخليو الجيب هكدا مستطيل تخليوه، ما بغيتوش غادي ديرو فيه حتى هو واحد الدورة. طلعو بخمسة سنتيم وهبطو بخمسة سنتيم وديرو واحد الدورة. هنا ما بغيتوش هكدا يبقى مستطيل، غادي ندور هكدا شويه. على هذا الشكل دابا عندي هنايا جوج جياب كما كتشوفوا. ودائما ردوا البال من تبغيو تصايبوا الجياب خاص يكون يا اما الوجه على الوجه اولا الخلف على الخلف، باش يجيكم جيب تاع الجهه اليسريه وجيب تاع الجهه اليمنيه. الا درتو ثوب مثلا هكذا راه غادي يجيوكم بجوج جياب تاع اليمين او ديال اليسار. دابا غادي نوريكم كيفاش تراسيو بلاصه الجيب. غادي تاخذوا الجهه ديال الامام، الصراحه كان عليا انا نقادها معكم من الاول، ما كنتش عوله باش ندير الجياب، ولكن شفت البنات كيحتاجوهم بزاف يعني غادي نقادهم انا باش نتوما تفهموهم. هذه هي الجهه تاع الامام. غادي نجيو لهاد الهبطه تاع التركيز، غادي نهبطو هنايا ب 13 سنتيم وغادي نديرو في الجيب، وغادي نديرو في الجيب 13 سنتيم. نشوفها باش يبان لكم. غادي نقسم هاد المسافة هادي على جوج كما كتشوفو، وغادي ندخل بجوج سنتيم. غادي نقاد هاد الدورة هادي، يعني راه الطريقة سهلة. صافي وغادي نقطع. دائما كما قلتلكم شوفو قلبو التوب واش كاين التوب حدا خوه، يعني ميكونش مفوت. صافي هذه هي التقطيعه، كيجي الجيب على هذا الشكل. كما كتشوفوا ملي كيتخيط كيبان على هذا الشكل. هذه هي الفصاله ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله تجيكم سهله، يعني تطبقوها بكل سهوله وما تخافوش كما كنقول لكم دائما.
غير زعما وديروا تويبات رخاص. ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال الخياطه ديالها والطريقه ديال الخياطه ديال قنيطرات وحدين اخرين، ونفس الفصاله يعني هي فيها نفس الفصاله، غادي يكون اختلاف غير في التقويره ديال العنق. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. ما تنساوليش ليا لي لايك، ما تنساونيش من دعائكم. والسلام عليكم ورحمه الله.